ينضم معي أيضا المتحدث باسم وزارة الداخلية سيد اللواء خالد المحنة، ضيفا عزيزا بهذه التغطية للحديث عن آخر التطورات الأمنية داخل محافظة كربلاء. سيادة اللواء مرحبا بك، أطلعنا لو سمحت على آخر التطورات داخل محافظة كربلاء على صعيد زيارة 40 الإمام الحسين ونحن على مشارف انتهاء هذه الزيارة. نعم، هو الحقيقة الآن يوجد ارتياح كبير بالنسبة إلى القادة الأمنيين المشرفين على الخطة الأمنية، والسيد وزير الداخلية أبدى ارتياح كبير عن حسن سير تنفيذ الإجراءات الخاصة بالزيارة بالنسبة للقوات الأمنية وكذلك بالنسبة للمؤسسات الخدمية. لم تكن هنالك أي مشكلة، أي حادث يعكر صفو الزيارة، لذلك يعني أعتقد السبب وراء هذا هو الاستحضارات الكبيرة منذ وقت طويل جدا وكذلك الروحية العالية التي يعمل بها منتسبو الأجهزة الأمنية. جميع من قابلناهم رغم فترة طويلة لواجب الإنذار لكن نشوفهم يعملون بروحية عالية بهمة عالية، أعتقد هذه الروحية وهذا الإصرار وهذه الإرادة وهذه حب الواجب ألقت بدورها على حسن تنفيذ أداء الواجب. الأمر الآخر هو نشوف تعاون المواطنين، تعاون ما بين المواطن أصحاب المواكب باقي المؤسسات الخدمية. هذا العام كانت هنالك بنى تحتية، هذا اليوم تم فتح طريق آخر رافد آخر إلى محافظة كربلاء ساهم بشكل كبير في عملية التفويج العكسي، لذلك يعني هذه الإجراءات سهلت كثيرا رغم الأعداد الكبيرة لهذا العام، لكن نشوف أنه يعني الحمد لله تمت الزيارة بشكل فيها نجاح كبير، نجاح للأجهزة الأمنية، نجاح للأجهزة الخدمية، نجاح للمواطنين. الآن الجهد الكبير هو لعملية التفويج العكسي، وسائل النقل موجودة لم تشهد أي نقص. هل هناك إحصائيات سيادة اللواء على وسائل النقل التي تواجدت الآن بمحافظة كربلاء؟ يعني آلاف العجلات من المنشآت من مختلف السيارات موجودة في كل المنافذ اللي خاصة بالتفويج العكسي للزائرين، ولحد الآن الموجود جيد جدا ولا تشكو أي منفذ من نقص في هذا الجانب. نعم سيادة اللواء، فيما يخص موضوع جسر الفاضلية ماذا سوف يقدم هذه الزيارة؟ يعني هو صباح هذا اليوم جرى افتتاحه، والآن هو يعني يعتبر ممر كبير ومنفذ كبير من وإلى محافظة كربلاء المقدسة. نعم سيادة اللواء كنت ضيفا عزيزا، شكرا لك بهذه شكرا لك.